اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. وزي ما بقول لكم احنا معانا شخصيه سريه جدا في كل حاجه، فعشان كده احنا لسه معانا محطات كتيره مع الكابتن حسن. كابتن حسن، بعد ما الاستاذ محمد مصلح رئيس نادي الاتحاد طلع واتكلم الكلام ده، هتقول له ايه؟ الحقيقه استاذ محمد صديق عزيز جدا علينا وتلاقينا وهو في لجنه الانديه. ايوه. وكان دايما عنده فكر ناضج يعني، او يعني بيبص للمستقبل. والحقيقه يعني ما لاحظش، وانا ما روحت هناك كان بقابله في اسكندريه. بيقول لك انا مستنيك يا كابتن عشان يقابلك. ما هو كان هتروح له تاني؟ كان المفروض انا معاك، ها؟ عشان دي فيها اكلة سمك جامدة قوي. فطبعا واحد من الناس القدامى اللي انا الاداريين عرفت عليهم اداريين لا وكمان اشتغلنا مع بعض اشتغلنا مع بعض في الاتحاد في لجنه الانديه ديت. وكان هو اولا يعني حاضر وفاهم وعنده خبره، فدي ميزه برضه لما تتكلم مع حد. اكيد اكيد. دي موهبه، الاداره دي موهبه. موهبه واخلاقه كويسه يعني، على بعض يعني، سوري، بني ادم كويس. كابتن حسن، احنا دلوقتي دخلنا في الفقره الثانيه اللي هي مش هنقول حق الجماهير، هنقول لو اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بعتين رسائل للكابتن حسن، هنشوف هيقولوا ايه لحضرتك ونرجع تاني نعلق على كلامنا. نرجع تاني لحسن حمدي، ويمشي حسن ويرجع ورا، طالع حسن حمدي يطلع من ايده ويضربها قدام، انما مش سايبه حسن حمدي. كابتن حسن حمدي، اولا انا بوجه له الشكر على ايام ما كان لاعب، لان طبعا كان ده ملك خط الدفاع، وكان بيلعب بهدوء شديد جدا، وكان خط الدفاع النادي الاهلي بيعتمد على الكابتن حسن حمدي. هو اللي عمل استمرار لمبادئ الاهلي وللكابتن صالح سليم واللي قبليهم. كانوا مسمينه وزير الدفاع، كان حاجه تانية. انا حضرناه طبعا وهو في الملعب وكان في الاداره وبيجينا هنا، وكان كابتن حسن حمدي لا يعلى عليه. هو قدوه في الاخلاق وفي الاداره، وعمل للنادي الاهلي كتير من اول ما كان عضو لغايه لما بقى رئيس مجلس اداره النادي. شخصيه محترمه جدا جدا جدا، يكفي ان لحد النهارده ولا مره صوته طلع بغلط في اي رئيس مجلس اداره في اي نادي تاني، سواء ظلمنا ما ظلمناش حاجه، هي سياسه معينه ومحترمه ولا تفوق يعني حاجه، يعني مش عايز اقول لك يعني ايه حاجه، يعني ده قدوه لكل الانديه، كل رؤساء الانديه اللي موجوده في مصر. بقول له انت وحشتنا قوي قوي قوي، وربنا يديك الصحه ويبارك في عمرك، وخبرتك الواسعه والعريضه نستفيد بيها في النادي الاهلي، وهي مفيش شك ان هي الرصيد الكبير للنادي يعني. ربنا يديله الصحه والعافيه، وما حلمناش من قعدته معانا هنا. يعني هو كان دايما يحب يجي يقعد معانا هنا بعد ما ساب الاداره يعني كعضو، يعني اسره بصالح سليم. رجع تاني لحسن حمدي، ويمشي حسن ويرجع ورا، طالع حسن حمدي يطلع من ايده ويضربها قدام. كابتن حسن، لما بتشوف الناس دي دلوقتي بتشوف قد ايه الحب من الناس اللي بيقول لك كابتن حسن وحشنا، كابتن حسن اخلاقه عاليه، يبقى لازم اللعيب يسيب انطباع كويس في الملاعب او في الاداره قبل ما يعتزل اللعب او بيعتزل الاداره، ولا انت ايه رايك يا كابتن؟ ما طبعا لازم لازم نمره واحد ان انت كمان تكون علاقتك كويسه باعضاء النادي. نعم. يعني حتى لو انت مش رئيس نادي او حتى عضو مجلس اداره نادي، لو انت ماسك اي بوست جوه النادي لازم تبقى في تواصل، يبقى مع في تواصل يعني. وانت مدير كوره لازم تبقى كذا، وانت مدير نشاط رياضي يبقى لازم في علاقه كويسه، وهكذا. نعم. يعني هم دولة اعضاء النادي اللي هم الاساس بقى، اللي هم بنوا النادي يعني. أكيد. عارف ازاي؟ وقال كلمه هنا الاستاذ سليمان تقريبا اللي انا افتكره، قال لك ان كابتن حسن لما بعد خالص حتى على الاداره والكلام ده كله بيجي يقعد معانا. بس للاسف انا
السنتين اللي فاتوا دولت يعني اتلخمت بزياده شويه يعني فقصرت في حق النادي شويه يعني. انا كنت كل يوم جمعه لازم تروح تصلي الجمعه بعد ما سبت النادي كل يوم جمعه كنت بروح نادي. النهارده مثلا بروح مره كل شهر مره كل شهرين النادي. مارست رياضه يا كابتن حسن؟ للاسف من ساعه ما بطلت ما بمارسش رياضه خالص للاسف. بعض من الاحيان بنزل امشي شويه بس بس. طيب